عقد رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي اجتماعا مع أعضاء منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك لمناقشة كيفية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية. ناقش الاجتماع آليات تنظيم وتعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات للحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية، ومكافحة مشكلة الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، وتوحيد سياسات وإجراءات استخدام المضادات طبقا للمعايير القياسية، مع وضع البروتوكولات الدوائية في جميع مراحلها، بالإضافة إلى وضع آليات التوعية المجتمعية بما ينعكس إيجابيا على صحة المريض المصري ويمنع من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.